اليوم عيد البربارة، كل عام وانتم بخير عند العائلات المسيحية في سوريا ولبنان وفلسطين. وهالعيد بيشبه الهالوين عند الغرب، فيه تنكر، فيه يعني بيصنعوا بيعملوا حلو، أهمها السليقة أو الحنطية. والحقيقة هذا عيد كنا نستناه نحن، معظم الكنائس تعمل حفلات للشباب والصبايا، ويعتبر بداية الاحتفالات بعيد الميلاد. بيحطوا الشجرة وببلش احتفالات الميلاد اعتبارا من التاريخ اليوم 4 كانون الأول. والقديسة بربارة الحقيقة لها قصة بعيدة شوي عن يعني التفاصيل، ولكن تشترك بموضوع التنكر. هلا بنشوف ليش بيتنكروا بعيد البربارة. القصة باختصار، يعني فيها كثير تفاصيل، ولكن باختصار بالعموم بالخطوط العريضة، نبيل روماني بالقرن الثالث الميلادي ما كانت المسيحية شائعة في المنطقة، كانت الوثنية هي الشائعة. بنته فائقة الجمال فبيعمل لها قصر منعزل على عمود أو قصر بمنطقة منعزلة لحتى ما يشوفها العالم، بخاف عليها، وهي بيكون عندها فرصة للتأمل بالطبيعة بالخلق بالخالق. وبيصدف في عندها أستاذ من أساتذتها مسيحي، فهذا الأستاذ بيكون سبب لحتى تعتنق الديانة المسيحية، تآمن بالإنجيل وبالمسيح وبتندر نفسها للمسيح، يعني بمعنى بتصير راهبة. والراهبة بالديانة المسيحية عند المسيحيين ما بتتجوز. أبوها دائما، لأن هي بنت فائقة الجمال، فبيجيها كثير من العرسان لحتى تتجوز، بترفض دائما. أبوها بصير بيضغط عليها فبتتنكر، من هون بتيجي موضوع التنكر وبتهرب. ولكن رغم تنكرها هي في علامات مميزة كتير، عيونها، بريق عيونها، ايديها، الاسوارة، الاساور اللي لابستهم، الاكسسوارز اللي لابستهم. فبيتعرف عليها في حتى غنية لصباح اسمها آشلي بربارة، وبتحكي قصتها وانه تعرف عليها شخص من سوارتها. فبيتم التعرف عليها وبيرجعوها لابوها. بيعرف حاكم المدينة بالموضوع، هو وثني مثل ما قلنا، وبيتم الحكم عليها بالإعدام. وبتصبح هي عبارة عن رمز للشهادة في سبيل الديانة المسيحية. هلا وين هي القصة صارت بالضبط؟ في خلاف بين انه هي صارت ببعلبك بلبنان او في مدينة بتركيا هي اسمها نيقوميديا، ازميت الحالية على بحر مرمرة قريب من اسطنبول. حتى هناك في متحف وفي مجسم للقديسة بربارة وفي بعض الآثار لها، وحتى في ناس بيزوروا المكان في المناسبة ب4 شهر من كل عام. هلا بالنسبة لنا نحن هالسنة مع الأسف ما في لا بسوريا ولا بغير سوريا ظروف مناسبة للاحتفال. كل يلي فينا نعمله انه ناكل صحن هالسليقة هاد، ان شاء الله صحة، هي السليقة اللي بيعملوها او القمحية، وبنتنكر. ما اصلا نحن خلقة متنكرين، لا نتنكر ونروح على حفلتنا. إلى اللقاء ويعطيكم العافية. آشلي بربارة مع بنات الحارة، عرفتها من عينيها ومن لمسة إيديها ومن هاك الإسوار.